السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاحبه المحترمون اتكلمنا في سلسله كامله عن الماسونيه ودورها في تدمير المجتمعات الانسانيه للسيطره عليها وتكلمنا عن ادوات هذه المنظمه الخفيه الخبيثه التي اعلنت عن نفسها وبشكل واضح تماما من عشر سنين تقريبا وبدا هذا الاعلان في محفل لندن اتكلمنا عن شخصيات ماسونيه شهيره جدا عالميه، رؤساء دول وفنانين عالميين وسياسيين وايضا رجال اعمال واصحاب بنوك. اتكلمنا كمان عن ملوك، ملوك عرب ورؤساء حكومات ورؤساء امريكا وبلاد اوروبا. اتكلمنا واشرنا الى الملك حسين انه كان استاذ ماسوني اعظم وان ابنه عبد الله ايضا ينتمي للمحفل الماسوني وان المغرب كله للاسف الشديد متورط في هذا العمل الدنيء الخبيث دخلوا هؤلاء الرؤساء والملوك الملوك الى المحافل الماسونيه لانهم يظنون ان هذه الماسونيه هي من اجلستهم على الكراسي ودي حقيقه وليس مجرد ظن لانهم اصلا ليس من حقهم ان يحكموا هذه البلاد والعباد لكن في هذه الحلقه تحديدا هنروح للامارات وعملنا عن الإمارات وعن المحفل الماسوني في الإمارات اللي انتقل من لبنان إلى الإمارات تقريبا في 2007 محفل الشرق الأوسط والحقيقة أن الإمارات موجود دلوقتي فيها شخص هو من كبار الماسون في العالم وهو محمد ابن زعيد اللي بيحكم الامارات فعلا اخوه طبعا زي ما حضراتكم عارفين مش موجود اخوه يعني ضايع الراجل مش موجود هو ركنه على جنبه هو اللي بيحكم ومعاه ايضا اثنين من اخواته طحنون ومعاه اخوه عبد الله الثلاثه مسون لكن محمد بن زايد هو في الدرجه الاعلى من الاثنين ايه اللي حاصل اللي حاصل ان هؤلاء خدوا المحفل الماسوني واصبحوا ماسون ونقلوه عندهم في الامارات وقاموا باللازم وزياده مش هنتكلم هنا عن المحفل الماسوني الاماراتي ولا عن نوادي الروتري واللينز اللي موجوده دلوقتي في الامارات واللي بتنتشر في كل بلاد العرب على انها نوادي اجتماعيه واجهه للماسونيه الاجتماعيه الجميله اللطيفه، هذه النوادي بمثابه الكريم شانتيه اللي بيتحط فوق التورته، لكن الماسونيه ليست تورته ولا هذه النوادي كريم شانتيه انما هذه المؤسسه الصهيونيه اليهوديه التي تستخدم كل هؤلاء وهذه الادوات من اجل التوسع. ليه بتستخدم هؤلاء؟ وعايز تتوسع ليه؟ عايز تاهل العالم كله لظهور المسيح الدجال. بعد محاربه كل الاديان، وبعد القضاء على الدين السماوي اليهوديه الحقه التي انتهت بظهور المسيح والمسيحيه التي استكملت او استكملت اليهوديه بعد انحراف اهل اليهود وحاخاماتها عن الدين القويم ثم الاسلام الدين الحق متمم الاديان الدين الواحد الذي هو جامع لكل الاديان هنتكلم النهارده عن احد اذرع الماسونيه والصهيونيه التي استخدمت خلال المئه عام الماضي هذه الاذرع التي يطلق عليها الفن او ما اطلقوا عليه المتعه من خلال الفن والتمثيل والسينما والمسرح والتلفزيون. قلنا ان احد كبار الممثلين المصريين كان استاذا اعظما ماسونيا وهو يوسف وهبي، في حلقه موجوده في الفن وسنينه باسم يوسف وهبي. هنتكلم عن مسلسل الاخوه. الذي صنعه ماسون وقام بتمثيله ماسون سواء كانوا يعلمون او لا يعلمون، سواء كانوا هؤلاء في درجات عليا من الماسونيه او في الدرجات الدنيا، وزي ما حضراتكم عارفين انها 33 درجه وفي درجات يعني دنيا دول زي الخدامين كده والعمال اللي بيشيلوا ويحطوا يعني، الممثلين منهم هؤلاء اللي ظهروا في هذا المسلسل دول مجرد خدم بيخدموا الماسونيه وهم مش عارفين يعملوا ايه، هم مجرد لعبه في الشطرنج مجرد عسكر مجرد عسكر بيادق بيتم نقلها من هنا لهنا وبيتم استخدام هؤلاء من اجل ان تنتشر الماسونيه وبيتم التضحيه بيهم ايضا في اي لحظه هم يحددوا انهم يستغنوا عنهم نروح بسرعه لمسلسل ظهر باسم الاخوه ولا هم اخوه ولا لهم علاقة أبدا بأي أخوة هذا المسلسل اللي أنفقت عليه الإمارات ببذخ شديد جدا اتعمل من 116 حلقة ولو حضرتك شفت أول حلقة وشفت مثلا الحلقة رقم 25 هتلاقي أن ما فيش أي حاجة الأحداث كلها زي بعض والموضوع كله ونفس الكلام ونفس الأحداث ونفس الحكاية حكاية كلها لا فيها فن ولا فيها يحزنون المهم أنه مجرد عرض لأجساد ووجوه نساء عاريات اتلونوا بالمكياجات ولو شفتوهم على الحقيقه سوف تعرفوا ان الحقيقه مره جدا مسلسل الاخوه انتاج الامارات وتم تنفيذه في الامارات وفي مصر وفي لبنان دي كانت مناطق او اماكن التصوير القصه مسروقه من عمل فني في تشيلي بعنوان هيجوس ديل مونتا لكن وبكل بجاحه اتكتب على التترات انه تاليف وسيناريو لواء ياس جي وهي واحدة سورية ليس لها أي تاريخ لا في الكتابة السينمائية ولا التلفزيونية وواحد كمان معاها اسمه محمد أبو لبن مصري لا أعرفه ولا أريد أن أعرفه أما الإخراج فاشترك اثنين في إخراج هذا العمل السيء هذا العمل الذي يقدم صوره سيئه جدا للمجتمعات العربيه والاسلاميه ويدمر الاخلاق في المجتمع العربي المسلم الذي يدخل الى بيته دون ما استئذان المخرج الاول لهذا العمل اسمه سيف شيخ نجيب وورث الاخراج عن ابوه محمد شيخ نجيب عمل عدد من المسلسلات المخرج الثاني اسمه سيف الدين السبيعي مش عارف ايه حكايه مسلسل الاخوه ده مع السيوف الاول اسمه سيف شيخ والتاني اسمه سيف الدين ما علينا ليه ذكرت هؤلاء في البداية ليه نتكلم عن هؤلاء بداية أنا بذكر أسماءهم وبوري حضرتك صورهم عشان تنتبه لهم وأي عمل يظهر هم بيعملوه تنتبه لما يقدمونه لأنهم يقدمون السم في هذه الدراما التي ليست هي عسل ولكنها أعمال سيئة دنيئة هنعرف واحنا بنتابع مع بعض موضوع مسلسل الاخوه اللي عملوه في 116 حلقه يعني الاحداث عظيمه جدا وطبعا هذه الحلقات عرضت لازم طبعا لازم في رمضان لان رمضان اصبح شهر تدمير الاخلاق والدين والقيم عند المسلمين عند صناع الدراما والبرامج التافهه هذه يدمروا بها اخلاق المسلمين. ذكرت اسماء اللي كتب واللي اخرج واللي انتج زي ما قلنا عشان ناخد بالنا فكل ما ينتج عمل تنتبه لهم لان حكم دار القاهرة بيقولك لا تتناول هذا الدواء لان هذا الدواء به سم قاتل يبقى هذا الدواء به سم قاتل بس قبل ما نكمل كشف بل فضح هذه الاعمال التي تم صناعتها لاهداف صهيونيه ماسونيه خبيثه، خليني اقول لحضرتك لو انك لم تشرفنا بالاشتراك في هذه القناه يبقى حضرتك شرفنا بعمل سابسكرايب وشير ولايك واكتب حضرتك تعليقك عشان اتعلم منك. كل كلمه بتكتبوها بنتعلم منها وكمان عشان توصل يوصل هذا الفيديو للناس ويقدروا يتابعوا ما نقدمه، وفكر حضرتك بالاشتراك في القناه البديله اللي موجود رابطها في صندوق الوصف وايضا قناه التليجرام اللي بنحط فيها الحلقات اللي بيتم منعها او حذفها او حظرها من اليوتيوب، اما بعد المغول لما قرروا يوسعوا مساحه حكمهم ويغزوا بلادنا ويسيطروا على كل بلاد الدنيا وتحديدا البلاد العربيه الاسلاميه وبقايا الخلافه الاسلاميه العباسيه كانوا بيعملوا حاجه بالنسبه لهم مهمه جدا واحنا ما تعلمناش منها وهي انهم يبعثوا جواسيس للبلاد المراد غزوها واحتلالها الجواسيس دول يختاروا جواسيس من نفس البلاد اللي داخلينها من كل بلد يدفعوا لهم ويدفعوا كويس جدا عشان يعملوا حاجه بسيطه خالص لكنها سلاح مدمر وهي نشر قصص وهميه مخيفه عن المغول او التتار الغزاه القتله الذين لا يمكن ان يهزموا فيدب الرعب في قلوب الشعوب وينهزموا قبل مواجهه الجيوش التتاريه وتصبح المقاومه ضعيفه جدا حتى ان هناك قصه تم تناقلها في كتاب التاريخ ان عسكري مغولي كان يقول للرجل العربي المسلم في العراق اجلس هنا لا تتحرك حتى اذهب واحضر سيفي لاقتلك. لكن وقبل ما يروح يجيب سيفه كان بيقوم باغتصاب زوجته قدام عينيه. الغريب والعجيب ان حاله الاستسلام والهوان اللي سيطرت على اهل بغداد وقتها كانت بتخلي الراجل العربي المسلم يظل جالس يرتجف يبكي في انتظار الموت دون مقاومه لا حول ولا قوة الا بالله وده تقريبا حالنا دلوقتي هي دي الرسالة الاساسية الاولى اللي عايز اوصلها لحضرتك في هذه الحلقة ان هذه الاعمال اللي زي مسلسل الاخوة اللي ممكن نصفها انها اعمال دنيئة جدا وانا مستريح البال والضمير والخاطر وانها احد ادوات الصهيونية والماسونية اللي هم كيان واحد اضرب الدين اضرب الاخلاق ينهار جسم المجتمع كله ده علم وفلسفه ودراسه وافيه للمجتمعات وده برضه اللي بينفذوه من خلال السينما والتلفزيون مسلسل الاخوه انتاج الامارات بث في رمضان 2014 ورمضان 2015 وعشان حضرتك وحضرتك وانا معاكم نفهم اللي بيحصل في عقولنا وفي مجتمعاتنا اقول لحضرتك ان في مسلسل كمان تم بثه في رمضان 2015 وهو مسلسل حارة اليهود انتاج متحة العدل بتمويل الامارات يبقى الامارات انتجت ده وانتجت ده ومسلسل ام هارون انتاج الامارات برضه وتم بثه في رمضان 2020 يبقى الموضوع كله حضرتك متكامل منظم وممنهج حتى يتم تاهيل المنطقه كلها لدخول الصهاينه مرتاحين وسلم لي على التضيع والترقيع لاهل الخليج تحديدا دول ثلاث امثله تقدر حضرتك تفهم من خلالهم ان هؤلاء كانوا جواسيس المغول او جواسيس الصهاينه من خلال الامارات او جواسيس الامارات الصهاينه اللي انت عايز تسميه سميه لبث الفساد وتاهيل المنطقه لاستقبال الذل والمذله وما يسمى بصفقه القرن التي اصبح اسمها التطبيع بلا تمن ثم بدءا من الخليج كله بدون استثناء مرورا بالسودان والمغرب يا عيني والحبل لسه على الجرار لكن من فضل الله علينا اننا شفنا وفهمنا واتفضح حكام التلمود العرب اللي اظهروا الاسلام واخفوا انتمائهم لعقيده التلمود، ولا استثني هنا حاكما واحدا من كل حكام العرب، الكل ينكشف فكيف انت وما هو دورك في الحفاظ على دينك وارضك وهويتك واولادك؟ دورك ايه؟ خد بالك اوعى تفرط في دينك، هذا الكلام سبقتني وقالت قالته الدكتوره مايا صبحي، اسال الله سبحانه وتعالى لها الرحمه وهي بتتكلم عن علاقه الماسون بالصهيونيه وعلاقتهم وعلاقه الحكام بعقيده التلمود لكننا اليوم بنفهم مع بعض اكتر ولن ننخدع باذن الله بتدور احداث هذا المسلسل حول واحد اسمه فريد نوح مليونير قام بتبني خمس ابناء بسبب عدم قدرته على الانجاب ماشي خد بال حضرتك بقى ان الشرع في الاسلام ينكر موضوع التبني بشكل مطلق وقطعي ما فيش حاجه اسمها تتبنى في الاسلام الخمسه دول اتكتبوا باسم فريد المليونير ماشي وكل واحد طبعا له شخصيه مختلفه لانهم كلهم اصلا مش اخوات ولا حاجه الاخ الاكبر عنده احساس بالمسؤوليه تجاه اخواته والاعمال والاملاك اللي تركها ابوهم اللي هو اصلا مش ابوهم يا سلام سلم اما امير فهو اناني محب للمال والسلطه الاخ بقى الثالث اسمه فادي وهو ذو شخصيه حساسة ورومانسي وبيقع في حب فتاة بتحب شخص آخر يعاني هذا الشخص الآخر من الشذوذ سمك لبن طمر هندي الخمسة بيظنوا ان حياتهم هتصبح هادئة بعد ابوهم مخالع او اللي هو مش ابوهم ولا حاجة اللي متبنيهم ده بعد ما مات هيظنوا ان حياتهم هتبقى حياة لطيفة جدا وجميلة بعد ما كل واحد منهم ورث مبلغ كبير جدا من فريد نوح تركة ليست بالقليلة لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ليه؟ بعد وفاة الأب يتضح أن عنده بنت ووريثة شرعية لأملاكه وهي برضو مش بنته إزاي بقى يا ولاد أو حضرتك هو كان متجوز الرجل اللي مات كان متجوز وكان هو اللي ما بيخلفش مراته بقى لا مؤاخذة اقامت علاقة غير شرعيه مع المحامي بتاعه وخلفت بنت والبنت دي اتكتبت باسمه حاجات كده متلخبطه ملهاش اي معنى ولا اي حاجه لكن الاصل فيها ان الخيانه تبقى موجوده في كل اتجاه مش بقول لحضرتك سمك لبن تمر هندي عاوزين يعيشونا في مجتمعات لا اصل لها ولا دين ولا اخلاق ومن هنا تبدا احداث قصة مسلسل الاخوة التشويق بقى والدراما الهيفة بين صراعات ومؤامرات تحاك في السر لتهز اركان منزل العائلة اللي اتبنى زي بيت العنكبوت ليعيش سكانه احداث متنوعة ما بين قصص حب وهيام وبين فضائح الخيانة وما سوف يترتب عليها من نتائج في اطار من الاحداث المشوقة الجميلة اللي هي فضائح الناس اللي بتتعرض في رمضان واهو الناس بتتفرج تعال بقى نحلل المسلسل بسرعة تحليل سهل نفهم هم عاوزين يعملوا فينا ايه بهذه الشخصيات المشوهة اللي تم بناها, بناها بناء مشوه نفسيا واخلاقيا ببساطة شديدة هناخد شوية عينات من ابطال المسلسل مش هنقدر طبعا نروح للمسلسل كله واحداثه اللي ملهاش معنى دي لكن الحقيقة الكلام فيه طول هناخد نماذج بسرعة جدا ونشوف تصرفاتهم وانعكاس هذه التصرفات على المشاهد. اول شخصيه هناخدها شخصيه نور اللي جسدها واحد اسمه تيم حسن واحد سوري مشهور. اكبر ابناء فريد نوح المتبنيين والمسؤول الاول عن ممتلكات العائله جميل جدا وهذا هو دور الاخ الراشد المسؤول احب امراه اللي هي ماريا مسلمه ولا مسيحيه معرفتش والمسلسل ما قالش. وقرر يتجوزها بعد علاقة طويلة من الحب اللي معرفناش كان حب حلال ولا حب حرام رائع يا بخت من وفق راسين في الحلال هو في مشكلة خلينا نكمل مع حضرتك واصبر عليا بس بعد ما نفهم مع بعض ايه اللي هيحصل بعد ظهور بنت فريد نوح اللي هي اخت نور المفروض على الورق بسرعة كده عايزين نشوف اعجب نور ده باخته اللي هي مش اخته اللي على الورق وهي كمان اعجبت بيه وغرقوا الاتنين في علاقه محرمه محرمه علاقه جنسيه محرمه بين الاخت وبين اخوها اللي على الورق علم بهذه العلاقه القاسي والداني وادت الى خساره نور لمراته يبقى الرساله الاولى حضرتك بسيطه خالص زنا المحارم هتقول ازاي يا عم دي مش اخته اصلا اقول لحضرتك ما هي بتبدا كده في الدراما عاوزك تقول لنفسك الاول يا عم دي مش اخته ولا حاجه وبعدين لما تبقى اخته يبقى مفيش فيش مشكله ما احنا خلاص اتعودنا خد بالك خد بالك هذا الدواء به سم من قاتل بس واضح قوي ان حضرتك برضو ما خدتش بالك لان انا نفسي وقعتك في الخطا والخطر من غير ما تقاوم ازاي حضرتك انشغلت معايا دلوقتي بانهم اقاموا علاقة محرمة بين الاخت واخوها ونسيت خالص ان في خيانة تانية حصلت للزوجة اصلا 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 خيانة الزوجة حرام يبقى الاخ الكبير مر مرر علينا أولاً إن الحب الجميل مفيش فيه مشكلة ومفيش مانع إن أي حد يحب أي حد، ثم إن الخيانة مش مشكلة كبيرة قوي ما الحب هو الأساس، زنا المحارم خيانة زوجية. هتقولي يعني مسلسل الأخوة ده جاب جديد؟ ما الأحداث دي كلها موجودة في السينما المصرية يا عم ماجد يا مصري من العشرينات أقول لحضرتك أيوه طبعاً ما هو كله بيصب في خدمة تدمير الأخلاق. حتى تسود الماسونية والصهيونية ويحكم العالم لو حضرتك فاكر الفيلم السيء جدا اللي اسمه المولد بتاع عادل امام عادل الفاسد او امام الفساد في السينما وفي الدراما ويسرى اللي ضربت ابوها في الحقيقة كان بينهم علاقة شاذة وهي أخته في الفيلم يعني الموضوع بيتزرع في نفوس المشاهدين من بدري قوي الشخصية التانية شخصية أمير اللي جسدها باسل الخياط أمير شخصية متسلطة وأنانية لا يرحم من يقف أمامه ويريد الفوز بقيادة العائلة وممتلكاتها هذه الشخصية الفاسدة أقام علاقة بامرأة اسمها سارة جسدت هذه الشخصية رانيا يوسف اللي كانت بتطلع من غير هدوم في رمضان وزودت العيار جدا في المسلسل ده زي ما بقول لحضرتك عشان الناس اللي صايمين في رمضان ياخدوا ذنوب كفاية عشان تفسد عليهم عبادتهم وصيامهم واللي عاوز يشوف يشوف ويشرب بس بعد سارة دي أقام علاقة تانية برضو محرمة مع واحدة تانية متزوجة برجل طيب العلاقة الحرام اللي هتودي اللي كتبها ومثلها واتفرج عليها في ستين داهية بإذن الله نتج عنها طفل واكتشف كرم أو محمد حمائي إن الواد مش ابنه بكى وتأثر وزعل لكن أصر يحافظ على زوجته الجميلة الخاينة والواد ابن الحرام اللي مش ابنه طبعا احنا من عدة أشهر واحنا عايشين حكاية زي دي بالظبط في السوشيال ميديا بس كانت حكاية واقعية وما زالت موجودة حتى الآن واحد اكتشف انه ثلاث عيال من عياله مش عياله وان مراته كانت مرافقة واحد وخلفت منه حاجة زي الزفت يعني الخيال بقى واقع وبقينا عايشين فيه حقيقة وتدمير للمجتمع من خلال أذرع الماسونية والصهيونية التلفزيونية ماشية على قدم وساق حضرتك عايز تصدق صدق مش عايز ما يجراش حاجة أديني قلت كلمتين ما لهمش لازمة ارميهم في أي صفيحة قمامة قبلها وبما أنه هذه الشخصية البيضة لا عنده أخلاق ولا قيم فكمان اضاف لمؤاخذه وسخته انه حب اخته اللي هي مش اخته واصبح ينافس اخوه اللي هو برضه مش اخوه في حب اختهم اللي هي مش اختهم حضرتك شفت سفالة أكتر من كده ولأن هذا الممثل اللطيف الحبوب المشهور المشاهد بيحبه فلا بد يتأثر بيه ويغفر له ويقول يا أخي ده إنسان والإنسان ضعيف ما تحبكهاش قوي كده عم ماجد ده تمثيل وهنا مربط الفرس السم اللي في الدواء التعود على الحرام ثم التجربة الخفيفة ثم الانغماس والسقوط ايه رأيك هتعمل كده هتحارب ده هتتفرج على دول ولا هتقول لنفسك عيب وحرام وقف وابعد نفسك واسرتك عن هذا التصرف او هذه التصرفات الخبيثة السيئة الشخصية التالتة شخصية واحد اسمه فادي اللي جسدها قيس شيخ نجيب تالت ولاد فريد نوح اللي هما مش ولاده الشخصية دي بقى شخصية واحد سكير وعربيد احب ماريا زوجة اخيه او اللي هي مش اللي هو مش اخوه حاول بكل الطرق ان يبعد مرات اخوه عن اخوه ويفسد العلاقه بينهم وحاول يضربه بالنار عشان ايه؟ عشان ياخد مراته منه ضربه بالنار تحت تاثير الخمر وصلت بيه الوقاحه انه تدخل في حياه اخوه وطلبه بتطليق مراته عشان هو ياخدها لانه هو احق بيها او هي انسب ليه شفت حضرتك السمك اللبن الطمر هندي اللي الامارات بتعيش فيه الناس من خلال الاعلام اللي بينفق عليه مليارات المسلمين احق بيهم يبقى حضرتك لما تشوف عمل زي ده، عمل دنيء زي ده، وحضرتك لما تشوفيه وتعتادوا على مشاهدته 116 حلقة، الحلقة 40 دقيقة، يبقى حضراتكم هتتعاملوا مع هذا العفن إنه شيء طبيعي وتعتادوا عليه، يبقى لما تقوموا بيه أو تنفذوه في حياتكم مش هيكون في أي مشكلة، الموضوع هيمر عادي جدا ولا أي مشكلة وسلم لي بقى على الدين والأخلاق والقيم والحاجات اللطيفة دي تبقى خلصت وانتهت. وهذا الامر يتم بفعل فاعل واحنا بنشارك فيه بالفعل وبنشارك في ضياع مستقبل امتنا وعيالنا فخدوا بالكم شخصية ميرا اخت الشباب الحلوين الجمال دول جسدتها واحدة اسمها امل بشوشة باي اللي ظهرت في هذا الماخور وهذا المخور او مسلسل الدعارة ظهرت فيه هذه السيدة بملابس فاضحة او من غير ملابس واصبحت تغري اخواتها اللي هم مش اخواتها بمفاتنها في رمضان وما تنساش انه رمضان هذه السيدة الغير محتشمة كانت بتؤكد ان المرأة تملك جسدها وهي حرة في جسدها ولو حضراتكم تفتكروا عملنا حلقة عن هذا الموضوع تحديدا لكن اليوتيوب زعل مننا او حذفها امرأة سورية في المانيا كانت تدعو الى حرية استخدام المرأة لجسدها لانه ملكاها يبقى دي رسالة اخرى من رسائل هذا العمل الفاسد او هذا المخور الذي يسمى مسلسل وهو مسلسل دعارة سميه حضرتك ما شئت. السؤال بقى لبناتنا المحترمات، هل يمكن ان تصبح هذه الظاهره ممكنه في مجتمعاتنا العربيه المسلمه؟ الاجابه نعم ممكن جدا بل انها بدات بالفعل من عشرات السنين والحل الحل حضرتك اننا ننتبه لديننا ننتبه لعمل هؤلاء الممثلين الفاسدين الماسون والمخرجين الماسون وفم وفوقهم الممولين الإماراتيين الماسون فهؤلاء هدام الأخلاق في بلادنا فهل ننتبه بأن هذا الدواء به سم قاتل ولا احنا هنفتح لهم بيوتنا يدخلوا في أي وقت ونسيب عيالنا ونفوسنا تتدمر وإحنا مش واخدين بالنا هو ده بقى الفن وسنينه وهذا ماجد عبد الله يحييكم